Is a music competition. We basically gather musicians who never played together in 3 days, and they have to come up with one original song. So imagine that those guys playing tonight here on the stage just met each other on Thursday, and they had to come up with an original song that they wrote and finished just now. I think most of them, they're actually finishing as I'm speaking right now. So we need your support. You have to cheer them, and you have to really appreciate the kind of music that they had to come up with in a very short time and under a lot of stress. I'd like to thank our judges. We have amazing judges with us tonight supporting the music scene in Cairo. We have Tamer Abu Ghazaleh. Please give it to Tamer. And Dr. Rami Kamel. And the producer, Mahmoud Shiha. Thank you guys so much for being with us tonight. We also have to thank the mentors who volunteered their time during the boot camp. Ayman Masoud from Masar Igbari, and Mo from Sharmoofers. And thank you, Red Bull, as well. And the big thanks goes to Rise Up for hosting us again for the second year. So thank you, Rise Up team. Thank you, Rise Up volunteers, and thank you, of course, to the greatest musicians who had to work under a lot of pressure. So we'll start with the first band. I need you to clap really well for Babel. Sahir. بس قبل ما ابدا احب بس اعرفكم على الناس اللي معانا هنا احنا يمكن اول مره نلعب زي ما نور قالت اون ستيج مع بعض اول مره نلعب مع بعض تمام في يومين اللي فاتوا فاول حاجه احنا معانا هيثم درويش على العود علاء ليك جيتار خالد مرداش درمز هندي بيز ونور الدين فوكلز واكوستيك جيتار هي حياة واحدة غيرها لن تعيش فيها فرصة واحدة ممكن غيرها ما تلاقيش وهيجي اليوم وهيجي في يوم كل حاجة هتروح من ايديك ارسم بخيالك الطريق ارسم شجر تحت القمر ارسم جبال خضراء امحي بعيدان صفراء تحت نور الشمس حلمك هتلاقيه يلا وهيجي اليوم سافا وهيجي اليوم اوه
موجودة بين إيديك. احلم ببكرة، احلم لبكرة، احلم ببكرة، احلم لبكرة، احلم ببكرة، احلم ببكرة، احلم ببكرة. حلمك بين ايديك معانا هلا تاني باند. وقبل ما اعرفكم على اسم تاني باند، بحب اذكركم انه ما كان معهم كتير وقت يختاروا الاسم كمان، فتاني باند اسمها سلطعون. سلطعونات اجمع هنا. احب اعرفكم على السلطعونات الاول. في سلطعون ورايا صغير، ده معتز محسن السولوست بتاعنا. محمود حازم ويتي بيز، صلاح درامر. كل شيء تعلقت بيه راح بعيد، مش باقي غير وعود في الماضي الغير قبلها للتكذيب، على كم كلمة حلوة اتقالت، على كم صورة حلوة يا ما كنت أنا مش شبهت أيامي في وسط عتمة القلوب، أول يومي الغروب وإنها ساعة شروق.
فنجان قهوة مزيكا حلوة وسط شوية كراكين. رحبوا معاي بجمع مفرد. مساء الخير. انا عمرو. احنا عملنا باند اسمه جمع مفرد، يعني احنا كذا مفرد مع بعض اتجمعنا مع بعض. انا عمرو فوكال وجيتار، وفي المفرد اللي جنبي اشرف محمد الكتريك جيتار، اسلام ابو العيون الكتريك جيتار، صفي واماندا على البيز، والدرامر علي. بركز في كلامكو ولا حتى بظهر في منامكو، ما بقتش بركز وبطنش وبسيب الناس تضحك عادي، وان حد كمان حاول يحكي ساعتها بقول انا مش فاضي. بركز بكلامكم
حتى بظهر بمنامكم، ما بقتش بركز في كلامكم ولا حتى بظهر بمنامكم. أنا كل ما بحلم حلم جميل ألاقيني بحقق أحلامكم. بجامل وبطبطب في الصح، انا همسك وهربط. ما بقتش بجامل وبطبطب في الصح، انا همسك وهربط. وبقيت متغير في نظركم ولا حتى مش لاقي نفسي. وبقيت متغير في نظركم وحتى مش ماشي على باند بستارت اب باند 8 باند ممبرز. رحبوا معي بسكيلز باند. مساء الخير جميعا. سريعا بس انا عايز اشكر الناس دي كلها عشان دي اول مره انا ابقى في رايز اب. عامه حابب اشكر الجادجز، الناس اللي بتتفرج، واي هوب ان احنا نقدم حاجه تبقى كويسه والناس تتبسط بيها. سريعا بس اعرف الباند. هيبقى فايلن النهارده جمال مسعد، كلارنت علي امام، جيتار محمد سعيد، هيبقى بيانو مصطفى منصور، طبلة مصطفى العوضي، بيزيست امير كرم، درامز هيبقى بيبو، اند فاينلي فوكال ايو بي احمد سويلم. النهارده اي هوب ان انت تنجوي اللي احنا عملناه. ثانك يو.
مش راضي انا راضي ومش راضي وعمري شكراً. موزون معدوم المعنى والمضمون
علم في دماغي على طول ضغطي ساب طريقة كان مضل مدمع عينيك تسمع لي شهوة جوه قلبك بتناديك سلمت نفسك ليها وهي تهد فكر معايا انا كل القصد خايف عليك صحيت من نومي الصبح وهو برضو نفس الشيء انسان وشايل هم مش مهتم عدد الهموم زي النجوم ساعة طريقك كان مضل مدمع عينيك تسمع لي شهوة جوه قلبك بتنادي ليها وهي اللي فيك فكر معايا انا كل قد خايف رمز وليد جبالله ومعانا بيز محمد جابر معانا ليد جيتار توسة معانا ليد جيتار محمد بهاء وانا محمد امام شكرا Thank you.
وبينك حاجز، سقطت رماحي من يدي، سقطت رماحي من يدي، وقصيدتي ليست إلي. So we're going to announce the winners of the startup band competition. Then we're going to take a 10-minute break and Vince will be the set. So we want all the bands to come forward, everyone who participated in the startup competition.
The bands, please. Bands. 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 Can we give a round of applause to the bands? And thank you to Rise Up for sponsoring the Startup Band Competition. We want to thank our judges, Dr. Romy Kamen, Mr. Mahmoud Shiha, and Mr. Tamer Abu Ghazala. And regardless of who wins tonight, everyone's a winner because they only had 72 hours to put these songs together. So bravo, anyway. The judging criteria was based on the music, the song lyrics, the vocals, and the performance and delivery. And the winners of the $1,000 cash prize for startup competition is... Scales! Can we have the band come to the stage? Scales! So can the band say a few words about their experience? طيب قبل ما نقول بس اكسبيرينس معلش واحنا ناقصنا واحد محمد سعيد جيتاريست محمد سعيد تعال تعال انا بس حابب اشكر الناس كلها فعلا عشان اللي بالليل فريق فيك حابب اشكر الجادجز جدا حابب اشكر زرزور جدا ليديا نور وفاء كل الناس البرنديز مش عايز انسى حد الناس دي تعبت جدا معانا كان بالنسبه لنا تشالنج جامد قوي ان احنا نحضر الاغنيه كان الوقت كان بالنسبه لنا قليل احنا كنا كتير وواجهنا حاجات كتير الصراحه بس الحمد لله يعني بعد ما قال النتيجه الصراحه انا اتصدمت انا كنت فاكر ان خلاص كده اتس اوفر بس الحمد لله يعني انا بس حابب اشكر الناس دي فعلا عشان انا اتبسطت ان انا لعبت على ستيج النهارده في رايز اب وحبيت رايز اب جدا يعني شكرا استلم الجايزه بقى مين اللي هيستلم؟ طب عايزين صوره مع الجايزه صوره مع الفلوس صورة مع الفلوس So guys, we're gonna take a 10 minute break. But we also want to comment on the seating arrangement for the second half of Ritz's set. We'd like everyone to stand up. So take a 10 minute bathroom break. ممكن بقيت البندات تطلع نصور صوروا مع البندات يلا ولا كعب لا تعال نصور عمرو انا عامل لهم كمان باف انا معايا فكره اني عايز كل $1,000 ابو علي انا كنت شايفك قاعد بيبي انا كنت قاعد رجليا باظت قلت اقعد شويه لسه جاي وصلت الحمد لله على سلامتك الله يبارك لك ايه الاخبار الحمد لله فين يا الشغل يا انا لسه موظف ليك
والله ايش انا عندي عم حفله يوم 14 في الساقيه. مع مين؟ زبان حسن الفوكل بتاعنا. باشا والله هتبقى حفله جميله باذن الله. شكرا. ثمانيه انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ المهند العبيط فيك تمام يا رب دايما يا رب. عاش اللي انت عامله حبيبي والله العظيم عاش يا رب دايما اللهم سلام يا رب ربنا يا رب. الواد باليني بالبتاع ده كويس ان انت كويس ان انت One, two, three, rise! بس قبل ما نمشي هقول 1 2 3 رايز اب 1 2 3 رايز اب الناس جايين هنا عشان الستيج.